مريك، اسعد الله مساكم بكل خير. تم الانتهاء من موتر اخونا عبد الله العجمي من الكويت وجاهز للتسريم ان شاء الله. اشتغلنا على موتره تعديل كهرب بالكامل مع اختصار بديله من عندنا جديده، تركيبه على البوكس حق الوكاله ما شاء الله تبارك الله. اشتغلنا عليه تصفيه ماكينه كامله، تغيير سلك بواجه تنظيف بخاخات، اشتغلنا عليه بعد تركيب كمبوسر سيزو من عندنا مع كبس الليات مع تنظيف دائرة التنظيف بالكامل، تركيب راديتر 499 مع تركيب مراوح كهرب دينالي 2012 ما شاء الله تبارك الله. تفصيل الصاجة شغل كراج النجاة كلها قص ليزر، عدنا له البرمجة من عندنا مجاني يستاهلها اخونا عبد الله العجمي، وبرمجة المراوح على نظام الكمبيوتر. اشتغلنا عليه بعد تحويل ضفيرة القسامات من 83 الى نظام 87 وشغالة كلها ما شاء الله تبارك الله. ركبنا لها قسام جديد ودقمة قسام ودبات مفرغة شركة العتيبي من عندنا، وتركيب بصرات خلفية جديدة ما شاء الله تبارك الله. نقول عطى هماج شغال الحين، شغال التانك اليمين من حوله على اليسار، مصفر تانك اليسار من حوله على اليمين ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لك اخوي عبد الله، شايف خير امك فيك شاء الله. بناخذ من المقاطع القديمه نضيف على المقطع هذا، تشوفون قبل الشغل وبعد الشغل. الله يبارك هذا بعد نفسي عبد الله العجمي مع الكويت، نبي نشتغل على موتر ان شاء الله. الموتر عليه محرك 6.0 نشتغل في احد الكراجات في الكويت وعنده مشكله كهرب، ان شاء الله راح نشتغل عليه اعاده كهرب في الكامل، تركيب ضفيره مختصره من عندنا وتركيب البوكس حق الوكاله، وهذه كتبت على الماكينه القديمه مثل ما انتم شايفين. ان شاء الله هذه كلها اشتراك راح تطلع برا، تغيير غاده الكمبيوتر، وعنده تشيك حق الصباح ما يشتغل نفس نظام الكبريتر، إذا شغلت الصبح لازم تكون داعس البنزين لا يحترم الموتر إذا شغال، وعليه رديتر انحاش حق الوكالة وكلتش مروحة عادي. إن شاء الله هركب لرديتر جيمس 2006 مراوح كهرب سرعتين على نظام الكمبيوتر وتعديل الشوتة حق الوكالة، وتركيب سلك بواجي جديد مع بواجي مع تنظيف بخاخات، وتركيب كمبرسر سيزو جديد مع غادة جهة اليمين وكبس ليات امريكي وتنظيف الدائرة المكيف بالكامل، تشغيل قسامات البنزين نظام 87، تركيب دبات جديدة مفرغة شركة العتيبي، تركيب بصرات خلفية جديدة من عندنا. الله يبارك لك اخوي عبد الله، وشايف خير ومكفيك شر، الله يعوض عليك.